لقاء برنامج نخل ورمان. أرحب دائما بمعيتكم بفضيلة الدكتور الجليل محمد الفيد، الخبير والمتخصص في علوم التغذية والأستاذ الباحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور الكريم. أهلا وسهلا. مستمعي الأفاضل، موضوع حلقة هذا المساء مادة الكولين. دكتور، نحن طبعا نشكرك على اختيارك لهذه المواضيع، طبعا هي علمية بحتة وكلنا يعني ليس له معلومات وإنما ربما نسمع عنها، وشكرا لكم طبعا، لأن هذه المواد أو هذه المواضيع كلها تدخل طبعا في صحتنا، فشكرا لكم. إذن مادة الكولين قد يكون اسم هذه المادة خافيا علينا، لأن غالبية الناس لم تسمع باسمه حتى الآن. ومادة الكولين من عائلة فيتامين بي المركب القابلة للذوبان، ويعتبر العنصر الغذائي الحيوي الذي يؤدي أعمالا مهمة داخل الجسم. طبعا هذه الأعمال الضرورية والأساسية والأولية في الجسم مثل الحفاظ على سلامة تركيبة أغشية الخلايا، فكلما احتوى غذاؤك على مقادير أقل من الفوليت كلما ستكون بحاجة أكثر إلى الكولين، لأن الكولين يقوم بخدمة نفس الوظائف التي يقوم بها الفوليت يا دكتور. والكولين يلعب دورا مهما في الذاكرة ويرتبط بوظائف المخ الأخرى، ويمتلك المصابون بمرض زهايمر مستويات أقل مقارنة بالأشخاص الأصحاء. والكولين يساعد في السيطرة على الوزن ويحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم، ويساعد على منع تكوين الحصى بالمرارة، ويساعد على محاربة الالتهابات كالتهاب الكبد الوبائي. إذن فضيلة الدكتور، سنناقش وإياكم كل هذه المعطيات، وطبعا قبل ذلك أذكر مستمعي الكرام بإمكانكم المشاركة معنا في البرنامج لطرح أسئلتكم، وذلك بترك أرقام الهاتف على البريد الخاص لصفحة البرنامج للموقع الاجتماعي الفيسبوك، يكفي أن تكتبوا نخل رمان إيميسيون. دكتور، ما هي مادة الكولين؟ ما هي منافعها؟ ما دورها بالنسبة لصحتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضلت في المقدمة، نحن نثير هذه المواضع الجديدة على الناس، وهذه الأشياء يعني ليست في لماذا؟ لأن أولا يجب أن يبقى مستوى عالي للبرنامج. نعم. ثانيا نحن نتكلم بعلم ولا نتكلم بأشياء مستقات هكذا من الشبكة العنكبوتية، أو نحن نعتمد على أبحاث علمية وعلى أشياء يعني نابئة من العلوم، ثم نلخص. يعني ليس كل ما سنقوله عن الكولين، يعني سنلخص وعصارة الأبحاث العلمية التي أجريت على هذه المادة الكولين هو الذي سنبلغ إن شاء الله للمستمع الكريم. مادة الكولين لا توجد يعني على شكل كولين، لأن الجسم قادر على استخراجها من بعض المكونات، هي على شكل بريكيرسور، على شكل جزيئات أخرى هي التي تعطي الكولين. مادة الكولين تتعلق فيما يخصنا نحن، يعني ما نحفظه يعني حول أي مادة في علم التغذية. مادة الكولين بالنسبة لنا تتعلق بأغلفة الخلايا، غشاء الخلية، وهي التي تسهر على هذا وظيفة هذه الأغلفة. لماذا؟ لأن هذه التبادل الذي يقع بين الخلايا والأشياء التي تخرج من الخلية وتدخل هي الآن اللي في مركز جميع الأمراض الآن التي يصاب بها الناس، من الأسيدوزيس ومن الأمراض المناعية، ثم الأمراض التي تتعلق بالجهاز العصبي. مادة الكولين تتعلق بسلامة حفظ وسلامة يعني وظيفة الأغلفة والأغشية للخلايا، جميع الخلايا يعني، ويعني أولها خلايا الدماغ. ثانيا مادة الكولين هي في أذهاننا، تتعلق بارتباطات العصبية العضلية. يعني هذه الارتباطات العصبية العضلية هي المهمة في الجسم، لأن هذه الارتباطات كلما تعطلت الوظائف الأخرى، وكلما كان يعني الجسم يحس صاحبه يعني بانهيار وبضعف شديد. هذه الارتباطات العصبية طبعا تتعلق بالنيرفز ماسل،
يعني هذه الجونكشن هي اللي في الان في القاعده ديال هذا الخلل الذي يقع على مستوى الجهاز العصبي، مثل نعم. الزهايمر، مثل البيرمير، مثل النسيان، التوتر، هذه الاشياء هذه كلها. نعم. ماده الكولين توجد في الطبيعه وتوجد في المواد، يعني لاحظي معي على ان الاشياء التي تكلمنا عنها سابقا، يعني المواد التي تكلمنا عنها يعني سنعود لها، وهي التي ستتردد ان شاء الله حتى يحفظها الناس، لانها هي النظام الغذائي الاصلي للانسان. ماده الكولين، اول ماده غذائيه تحتوي على الكولين هي صفار البيض البلدي. البيض البلدي يحتوي على الفوسفاتيديل كولين، يعني الكولين على شكل فوسفاتيديل كولين، والفوسفاتيديل كولين هي التي ياخذ منها الجسم ماده الكولين، وماده الكولين تتعلق بالميايلين وبالسفنجوميايلين، هما اللي كيخدموا بهم الخلايا الدماغيه. مادة الكولين تنشط الجهاز العصبي وتنشط الدماغ جيد، ومادة الكولين تنشط كذلك الأعضاء، خصوص على مستوى الكبد كما تفضلت أنها تحفظ من تكون الحصى في المرارة. نعم. نعم. مادة الكولين توجد في البيض البلدي على شكل فوسفاتيديل كولين، وتعتبر في الطب بالنسبة للأطباء هم يعتبرونها عامل نمو، خصوص بالنسبة للأطفال. نعم. الناس اللي كيستهلكوا هذا، الاطفال اللي كيستهلكوا البيض البلدي مثلا بانتظام كيطوالوا، يعني كيكون عنده واحد الطول، يعني القامه ديالو تكون جيده، يعني فايت متر و70 متر متر و80 في ماده الفوسفات الكولين. توجد الماده الثانيه التي توجد فيها هذه ماده الكولين هي اللي نسميه في المغرب الباربه، هو البنجر. نعم. البنجر او الشمندر الاحمر. هذه مادة البنجر، ولكن توجد على شكل بيطالين وعلى البيطاسيانين، على شكل جزيئة أخرى، ويمثل منها الجسم مادة الكولين. ولذلك لما تكلمنا عن البنجر كنا يعني قلنا للناس أنه يغسل الكبد. لماذا يغسل الكبد؟ لأن فيه مضادات للأكسدة، هذه البيطالين والأنتوسيانات الموجودة في الـ في الـ في الـ في البيتس، هذه البنجر أو نسميه في المغرب باربا بالدارجة، هذه بشرط ان يستهلكها الناس طازجه. مع الاسف النساء كيسلقوا هذا يعني العاده، البيطالين والبيطاسيانين هذو الانتوسيانات لا تتاثر بالحراره، يعني واخا يطيبوها ماشي مشكل، ولكن اذا كان هذا البنجر اذا كان طبيعي وما يكونش معمول له سماد، ويكون يعني نقي جدا في الانتاج ديالو، فهو يطحن مع الماء يكون احسن على شكل عصير، لانه حلو، هو حلو لونه جيد، لونه جدا. فإذا طحن مع الماء وشرب على شكل عصير هو يفيد أكثر. لماذا؟ لأن تكون فيه الأنزيمات كذلك يعني نشطة، الأنزيمات نشطة في هذه الأشياء الطازجة. مكون الكولين يوجد كذلك في بعض الحبوب مثل الشوفان، الخرطال اللي كنسميه في المغرب الخرطال، ويوجد في الحبوب الزيتية مثل السمسم، هذا الزنجلان، وكذلك حبوب الكتان، يعني هذه مادة الكولين. إلى مكونات أخرى ما أكثرها في المغرب، ما أكثرها أقول، وما أكثرها في آخر فصل الشتاء وفي فصل الربيع، اللي هي الخبيزة، واللي هي الحراق، واللي هي الحماض، يعني هذه نباتات جيدة، واللي هي السكوم اللي تكلمنا عليه، اللي هي الأشياء هذه، الخشاش الأرض، هذه الأوراق الخضراء التي تخرج من الأرض، هذه تحتوي كذلك على كمية يعني هائلة من مادة الكولين. فهذه الأشياء لما تنقص، نلاحظ على أن هذه الأشياء، لأن البيض البلدي الناس قليل استهلاك البيض البلدي، قليل جدا. أن الناس استهلاك الشوفان كذلك قليل، يعني واستهلاك يعني هذا الزنجلان ولا السمسم قليل، استهلاك قليل. كيكون الزنجلان كيكون بالمناسبة يعني مع حبوب في رمضان. نسيت ضف الحلويات. نعم، علي ويجب أن يستهلك، ليس لتزويق الحلويات، يعني يجب أن يستهلك، والسمسم يستهلك. نعم. والسمسم ممكن أن يطحن أن يضاف إلى عجين الخبز. نعم. بكمية معقولة، مش يعني نعم. كمية معقولة، وغيكون مذاق رائع. إذا كانت النساء مثلا كتعجن كيلو طحين، نعم، بالمخالة، نعم، تضاف إليه بعض الحبوب مثل
الدخن او اللان كنسموه في المغرب، ممكن ان نضيف له هذه السمسم. هذو كلهم مطحونين كيبداو. نعم، تضاف الحبه السوداء، تضاف الشمره واليانسون، حبه حلاوه والنفع اللي نسميهم هذه في المغرب هكذا. هذه كلها اشياء ممكن ان تضاف الى عجين الخبز، وليكون الاستهلاك بانتظام، ليكون نظام غذائي لا نسقط يومي. نعم، لا نسقط في هذه القضيه ديال العلاجات والخلطات والوصفات. هذا احسن خلطه بالنسبة لجسم الإنسان هي النظام الغذائي، هي الوجبة. نعم، هي الوجبة الغذائية، هي خلطة، هي في حد ذاتها خلطة. إن الناس الآن اعتادوا على الوصفات. نعم، هذا الكولين كاين شيء قليل، بعض القطاني مثل العدس مثلا، العدس فيه شيء قليل من مادة الكولين. يعني المصادر الآن اللي شفناها، يعني البنجر هذه الباربة، الناس لا يستهلكونها كذلك بكثرة، يعني قليل من بعض النساء يعملوا على شكل سلطات، ولكن يجب أن تستهلك. أكيد. وهي تكون في فصل الصيف، هذه البنجر البيتس هذو يكون فصل الصيف شهر 5 و6 و7 و8. هو موجود على طول السنة. لا ولكن علينا حتى الجزر واللفت موجود على طول السنة بالنسبة للناس، ولكن بالنسبة لنا هذه أشياء موسمية. هذا ناموس كوني، هذا هو الميزان الذي خلقه الله في الكون. هذا ناموس كوني، لا يمكن أن تخرج هذه المنتوجات على موسمها، وإلا ستكون بدون مذاق وتكون بمكونات ليست بالتركيز الذي يجب يعني أن يستفيد منه الجسم. الله سبحانه وتعالى نظم الكون لكل يعني فاكهة وقت، لكل نعم خضرة. أكيد، لكل نعم. أكيد أن الله سبحانه وتعالى يخرجها من الأرض، وهذه الموسمية هي ناموس كوني يجب أن يحترم الناس هذا الناموس الكوني، لأن بعض المكونات الأبحاث التي أجريت مثلا على الحليب في بريطانيا، أن مكون الريبوفلافينو الفلافونويدات على الخصوص، مكون الكاروتين مثلا في الحليب والأيودين، معدن الأيودين، يعني تكون مرتفعة في فصل الربيع لما الأبقار تكون ترعى، وتكون منخفضة في فصل الصيف. ثم أن الأبحاث التي أجريت على هذا القتاء الخيار، اليابانيين جروا على يعني أجروا يعني أبحاث كبيرة كثيرة على هذه الموسمية الخضار والفواكه، وأن التركيب الكيماوي يتغير مع الموسم. لما نستهلك الخضرة في موسمها يكون تركيز جيد عالي، لما تخرج عن موسمها تصبح فيها تركيز آخر، أو حتى هذا اللي نسميه في المغرب الجدر الأبيض، كنسميه في المغرب اللفت المحفورة. نعم، اللفت المحفورة هي أو الجدر الأبيض البارسنيبس، هادو كيكونوا السنة كلها. لاحظوا الناس على أن هذا اللفت، النوع ديال اللفت يكون السنة كلها، ولكن إذا تستهلك في الموسم ديالها تكون جيدة لأصحاب السكري مثلا، لا تضر أصحاب السكري. نعم. إذا خرجت عن موسمها يصبح فيها سكر. لماذا؟ لأن مادة لأن السكريات المركبة تتحلل ثم تعطي سكريات بسيطة وهي تضر أصحاب السكر. هذه نقطة جيدة. نعم، هذه نواميس كونية يجب أن يعني أن نحترمها. البطاطس مثلا، البطاطس الليكتين السولانين، نحن نتعامل بالليكتينات في علم التغذية، ولكن الليكتينات ما غاديينش يفهموها الناس، علينا نبسطوا لهم. هذه الليكتينات هي التي تحدد انزعاجات داخلية وحساسية داخلية في الجسم. هاد الليكتينات، ليكتين السولانين، السولانين محسوب ليكتين، والسولانين مادة سامة، هي مادة سامة، مادة قاتلة. مادة السولانين مثلا البطاطس لما تخرج عن موسمها وتبدأ لما تستهلك أثناء التبرعم، اللي كتستهلكوها الناس في شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، هذه الشهور حتى شتنبر، يعني ابتداء من شهر 8، إذا استهلك الناس البطاطس فهي خارجة عن موسمها، فتكون مادة السولانين مرتفعة، ولذلك الناس كيكون عندهم غازات في الأمعاء وكيكون عندهم آلام في المفاصل. لا، لأن ليكتين السولانين يسبب التهابات على مستوى المفاصل ويسبب كذلك غازات في الأمعاء، خصوصا عند النساء. عند النساء أكثر من الرجال، يعني 90% عند النساء، الرجال 10%. فهذه أشياء وهذه نواميس كونية. إحنا نلاحظ نحن الآن نتكلم عن عناصر دقيقة أو كنسميها إسانشيال مايكرونوتريانس، هذه منها الكولين، مادة الكولين، ومادة الكولين هي التي تعمل بها الخلايا، أغلفة الخلايا، وتحافظ على يعني وظيفة الخلية. إذا حافظنا على وظيفة الخلية فطبعا جميع الوظائف تكون جيدة. لأن لماذا؟ لأن النسيج يتكون من خلايا، والنسيج هو العضو، العضو يتكون من أنسجة، وهذه الأنسجة تتكون من خلايا في الأخير. فإذا حافظنا على الخلية، طاقة الخلية وغلاف الخلية وأشياء أخرجنا منها هذه الغازات السامة، الخلايا إذا أخرجت النفايات الغازية
ثم يعني أعطيناها أشياء التي تحفظها مثل المضادات للأكسدة ومثل الأكسجين وما إلى ذلك، هذه الخلية تعيش بسلام، ليس هناك إلا لا يكون مرض ولا يكون أي التهاب. مادة الكولين تحفظ الجسم، تساعد الجسم على الالتهابات، هي تحفظ الجسم من الالتهابات. نعم. والالتهابات هي التي تحدث آلام داخلية في الجسم، وهذه الالتهابات أن الكولين تتصدى لهذه، من المواد التي تتصدى لهذه الالتهابات. نبقى في هذه الارتباطات العصبية العضلية، وأن الأمراض المناعية الآن التي تتعلق بهذا الارتباط هي أمراض كثيرة، لمنها أمراض يعني إما القديمة أو الحديثة التي ظهرت من الألزايمر والباركنسون أو التصلب اللوائحي الآن، مرض التصلب اللوائحي. وحاليا هي الكولين تباع، مادة الكولين تباع مع المكملات، ولكن لا يحتاجها الناس إذا كانوا يستهلكون هذه الأشياء في غذائهم. هذو الإخوة المهاجرين ترى موجودة في ألمانيا، في هولندا، في الدول الاسكندنافية، في فرنسا، في بريطانيا، هذه أشياء تباع في الأسواق، تشبع في الولايات المتحدة، في كندا، في هذه ممكن أن يستهلكوها لأنها تحصل. ما غاديينش يلقاو البيض البلدي طبعا، لن يجدوا البيض البلدي في هذه الدول، ولكن عندهم أشياء أخرى اللي ممكن يلقاوها مثل الأوراق الخضراء. الإخوان ديالنا اللي في بلجيكا وسويسرا وهولندا عندهم أوراق خضراء يستهلكونها طازجة بكثرة على شكل سلطات وعلى شكل هذه، فإذا أخذوا أطباق من هذه الأوراق الخضراء يعني الخص والأشياء اللي كيعملوا منها على شكل سلطات، هذه يحصلوا على كمية من الكولين مهمة جدا. ثم يبقى الزنجلان أو السمسم مع حبوب الكتان، هي موجودة في هذه الدول. وحبوب الكتان مع السمسم فيها أملاح المعدنية وفيها حمض الأوميغا 3، حمض الأوميغا 3، وثم شيء من الكولين. وفيها تريبتوفين اللي تكلمنا عليها في الحلقة السابقة، هذه تريبتوفين. فهذه مكونات يعني جيدة، خاصة تدخل، يجب أن تدخل النظام غذائنا. إذا لو سمحتي دكتور، نحرر مكالمة على الخط. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. معك أخت منال من مدينة الدار البيضاء، بس أنا أصل سوري، صار لي 10 سنين بعيش في المغرب وأعتبر نفسي مغربية. اللي أرشدتني لبرنامجكم هلا والله مفيد كتير. مرحبا يا مرحبا. شكرا شكرا شكرا. وأنا بشكرك الإعلامية لطيفة على إدارتك لها البرنامج الإذاعي والتلفزي كمان. شكرا. وبشكر الدكتور الفايد ما شاء الله عليه، خير إن شاء الله، كأننا في محاضرة في الجامعة. شكرا، خير إن شاء الله. بالنسبة سؤال، وحدة سلفتي عمرها 47 سنة تم تشخيص مرضها بالرنين المغناطيسي، كان الوهن العضلي، فكان اعطاها ادويه اللي بتزيد افراز الستايل كولين. نعم. واعطاها نتائج جيده في الاول، بعدين صار بطيئه جدا، فاعطوها مركبات كثيره ونصحوها بكولين بتاترات. هل هو مفيد؟ بماذا تنصحها دكتور؟ وشكرا. نعم، شكرا. هي طبعا سوريه مقيمه بالمغرب منذ 10 سنوات. لا، هي مغربيه الان. مرحبا. خير ان شاء الله. نعم، والحمد لله المغرب هو البلد الذي يأوي كل العرب والمسلمين الذين يأتون من الدول العربية، لا من سوريا ولا من لبنان ولا من العراق وليبيا. نعم. والتونس وكل علي، الحمد لله أننا هذا البلد معروف، وهذه قوتنا الحمد لله في المجتمع المغربي. نعم. مجتمع كريم جدا، وأنه مجتمع يحب الناس. نعم. طبيعة الإنسان المغربي أنه يحب الناس ولا يعتبر هذا الناس أجانب. أكيد. يعني لما نسلم على سوري ولا تونسي ولا جزائري لا فرق. ولا نسلم على ليبي أو مصري، لا نعتبر هؤلاء أجانب أبدا. نعم. مغربي ما عندوش في عقليته أجانب. نعم. يعني أبدا. هذا الناس أجانب. هي ذكرت، قالت أصبحت مغربية. هذا هو المشكل اللي كان الذي نحن بصدده، هو المشكل ديال الارتباطات العصبية العضلية. ذكرت الرنين المغناطيسي. نعم. عليك خير إن شاء الله. مو هاد السيدة هذه ممكن يكون الشيء ديالها بسيط جدا. نعم. وتمشي في علاجات معقدة، ممكن تكون العلاج بسيط جدا، لأن مش هو في حد ذاته ليس مرض. نعم. هو عرض أو نقص أو نقص كنسميه البلوكيج، يعني واحد أشياء توقفت في الجسم. هذا هو المشكل. لما الخلايا الدماغية تضعف مادة الميلين
لأن المادة الميلين هي اللي هي التيار الكهربائي، هي لا تعمل بدون ميلين الخلايا الدماغية. كلما يعني هذه الميلين نقصت أو تعطلت فتحدث أمراض يترتب عنها هذا المشكل ديال توقف الارتباطات العصبية العضلية، اللي من الألزايمر، من الباركنسون، من أشياء أخرى، وتتعلق حتى بالجهاز العصبي الداخلي أو المركزي سنترال، اللي هي القضية ديال النسيان وقضية الذاكرة، قضية يعني التحمل وما إلى ذلك. الأطباء وصفوا لهذا السيدة كولين على شكل العلين، وما كاين ماركات وكاين أشكال كثيرة، أشكال صيدلانية كثيرة، ولكن تبقى مادة الكولين هي المادة النشطة. نعم. على شكل فوسفاتيدي الكولين موجود في الطبيعة، يعني البيض البلدي، صفار البيض البلدي. هذه السيدة هذه لو كانت مثلا تفطر بالبيض البلدي مسلوق في الصباح ولا تأكله في المساء ولا شيء جيد. نعم. والبيض البلدي، البيض البلدي ليس هناك عدد أو كمية، يعني باش نكونوا واضحين، البيض البلدي مادة طبيعية ممكن الأطفال يستهلكوا منه 4 أو 5 في اليوم بدون أي مشكل لمدة حتى 20 سنة. ليس هناك مشكل باش نكونوا واضحين، لأن احنا في علم تغذية نوضح للناس لماذا منعت المادة على الناس، نعلم لماذا، لأن فيها أشياء يجب أن لا تصل إلى حد السمومية، بما أن الكمية حددت، بما أن فيها شيء سام يجب أن لا يتعدى ما نسميه الليتل دوز، يعني هذه الأشياء القاتلة. ولذلك يجب أن نحن كما نقول نتعامل بعلم ونتكلم بعلم، وهذه الأشياء يعني إلى حد الآن نحن الآن بصدد نقاش هذه الأشياء، وإن شاء الله سيصدر كتاب إن شاء الله في هذا ننتظر هذا الكتاب الذي كان سيصدر، هذا بطلناه. لماذا؟ لأن علي مازال لازالت في أشياء كثيرة ستضيفها. نعم. طبعا. أما هذا الكتاب الذي سيصدر هو كتيب صغير من حس فئة 140 أو 160 صفحة إن شاء الله، غادي يكون باللغة الفرنسية. نعم. علاش؟ باش يستفدوا منه حتى يعني الناس. نعم. الجامعات خصوص. نعم. طلبة الجامعات، طلبة. نعم. كلية الطب، غادي يكون باللغة الفرنسية باش نصحوا فيه جميع ديك المفاهيم الخاطئة اللي وقفت على العلوم واللي مازال متداولة الآن في المجتمع. نعم. المسائل اللي ما تطبخوش بزيت الزيتون، والمسائل ما تشربوش أتاي من الأكل، هذه نصائح عفاء طبعا. حتى هذا الكتيب أو هذا الكتاب باللغة الفرنسية يجب أن يكون باللغة العربية. نعم. حتى اللغة العربية الأنجليزية. نصيب الأنجليزية نحن نريد أن ثلاث لغات جيدة ولا في العالم. نعم. علينا، وهذه هي الغاية للإسلام. الإسلام يخدم العالم كله. أكيد. بغض النظر عن اللون وبغض النظر عن أي عن الديانة ولا عن اللغة، يعني. نعم. الإسلام يخدم جميع الناس. ولكن في بداية الأمر سيصدر يعني باللغة الفرنسية. نعم. ونحن ليس لدينا علينا، نحن هذا برنامج بلا حدود، يعني أكيد. نحن نتكلم. نعم. مع كل الناس ومع. نعم. كل الشرائح ومع كل. نعم. لغات ومع كل الأجناس ومع كل الأديان. نعم. يعني هذا هو قوة يعني هذا الدين الإسلامي. طبعا. أنه لا يفرق بين الناس. فهذا السيدة هذه السيدة يجب أن تتناول الأشياء التي تقوي هذه الارتباطات العضلية العصبية العضلية، من جملة حمض الأوميغا 3، حمض الأوميغا 3. إذا كانت تعيش في المغرب عندنا السمك وعندنا حبوب الكتان وعندنا سمسم وعندنا اللوز وعندنا الجوز، هاد السيدة ممكن نظام ديالها يكون في هذه المسائل هذه، حتى تكثر منها ليس هناك مشكل، تكثر منها يعني بدون أي تحفظ. ثم يجب أن تتناول الأشياء التي تحتوي على الكولين اللي تكلمنا عليها، من الفوسفاتيدي الكولين اللي موجودة في صفار البيض البلدي، وكذلك إذا في نفس الوقت إذا استهلكت السمسم مع حبوب الكتان فهي تحصل على حمض الأوميغا 3 مع الكولين. yeah. ثم هذا البيتس أو البنجر الشمندر الأحمر هذا. yeah. نسميه في المغرب الباربة، مع الأوراق الخضراء اللي هي موجودة الآن، يعني منها الأوراق الخضراء الكثيرة في المغرب، مع الأسف الناس لا يسألوا عنها. علي الخبزة الآن تباع عند بائع الخضر، ولكن ما عدا الخبزة الأشياء الأخرى ما زال يعني السلق كذلك موجود. السلق كذلك موجود، ولكن الحميضة والحريقة والقرنينة والمسائل هذه، الزرنيج، أشياء كثيرة كانت تؤكل، كان يستهلكها الناس. نعم. وهذه كلها فيها أنزيمات وفيها كولين. لماذا؟ لأنها نشطة، هي تحيي الجسم، الأشياء الطازجة هي أشياء تحيي الجسم. أكثر من ذلك يعني هذه السيدة هذه الأشخاص اللي عندهم أعراض على مستوى الارتباطات العصبية العضلية اللي. نعم. عندهم هذا المشكل ديال عدم تناسق في الحركات وفي العضلات، ثم كتكون مرات واحد ضمور العضلات كينقصوا كيتكالوا. نعم. هنا هذا الضمور يعني اما حتى على مستوى الاعضاء، كاين ضمور على مستوى او كاين ضمور على مستوى العضلات هنا. نعم. هنا هذا مشكل. فالكولين عنده واحد الوظيفه قويه جدا، اقوى من حمض الاوميغا 3،
الحمض الأوميغا 3 ولكي يحفظ الشرايين. نعم. ولكن الكولين هي هي التي يعني تثبط وتمنع تكون الهوموسيستين. هو هذا الحمض الأوميغا 3 كيخلي الهوموسيستين ما تراكمش، يعني تتأكسد وتمشي على شكل سيستين ترمى من الجسم. أما الكولين هي تمنع تكون الهوموسيستين، يعني ما تكونش هوموسيستين أصلا معدة الكولين. ولذلك هي تتبع كل هذه الترابطات الداخلية في الجسم، كتبعهم هذه مادة الكولين وكتمشي. وهذه من الأشياء علاش أنا اختاريت مادة الكولين، هذه من الأشياء يعني الآن المهمة والأشياء الخطيرة جدا، خصوص الناس المصابين بأمراض القلب والشرايين. لماذا؟ لأن أمراض القلب والشرايين هي الهوموسيستين هي التي تسبب هذه الأمراض. مش الكوليسترول، الكوليسترول يسببها بطريقة غير مباشرة. ماذا يعمل الكوليسترول؟ الكوليسترول اولا يتاكسد من الاتش دي ال ال دي ال الهاي دنسيتي ليبوبروتين لو دنسيتي ليبوبروتين، الكوليسترول الحميد يتاكسد يصبح كوليسترول خبيث. نعم. يتاكسد بالجذور الحره، اذا كان هناك المضادات للاكسده هذا الكوليسترول لا يتاكسد. اذا بقي الكوليسترول على شكل اتش دي ال كوليسترول الحميد فهو ينفع الجسم، فهو يمنع السرطان. نعم. الكوليسترول الحميد جيد للجسم، ولكن المشكل فين كاين؟ وهذا اللي ما كيوضحوش الناس، كي اللي كاين صاحب الكوليسترول هكذا. الكوليسترول الخبيث هو الكوليسترول الخطير، ال دي ال هو المصيبه. يجب ان اما اذا بقي على شكل اتش دي ال ما ليس هناك مشكل، ما يعني لا يسبب اي مشكل يعني في الجسم. فهنا الهوموسيستين هي التي تحفر وتخدش هذه الشرايين من الداخل، وهي التي تتسبب في ضيق هذه الشرايين من الداخل، تحدث تجمع صفائح بلايكس من الدم تتجمع داخل وتكون سدادات، ثم يتضيق هذه الشرايين تضيق. نعم. فمادة الكولين هذه الكولين هي يعني تعمل على هذا الشكل. وهذه السيدة هي عندها مشكل عضلي، ماشي عضلي، مشكل في التحكم العصبي العضلي. نعم. هي هذه السيدة غادي يكون عندها مشكل على مشكل الشرايين، غادي يكون عندها مشكل القلب. لماذا؟ لأن القلب كذلك عضلة. نعم. وهذا هذا المكون الكولين هو يحفظ عضلات يعني شرايين، نسيج الشرايين، يحفظ نعم. نسيج الشرايين. لماذا؟ لأنه يمنع تكون الهوموسيستين داخل الشرايين كي لا تخدشها إن شاء الله. ما يساعد يعني ما يكونش نعم. ما يكون عندها مشكل. وهذه السيدة هذه بالمناسبة جميع الناس اللي عندهم هذه الامراض، هي امراض كثيره لا تتعلق هكذا بهذا الشكل اللي عند هذه السيده. الامراض الاشخاص اللي عندهم ملتيبل سكليروزيس تصلب اللوائحي، والاشخاص اللي عندهم الزهايمر بيرمل، واللي عندهم باركنسون، اللي عندهم جيلان باري، كل الامراض التي تتعلق بالامراض ديال الجهاز العصبي، والاشخاص اللي عندهم الامراض المناعيه يعني مثل مرض بهجت، مثل الليبس يعني هذا الذئب الحمامي، مثل اشياء هكذا يعني حبيبي ما في ذلك البسورياسيس. نعم. يعني الامراض الجلديه. الاشخاص اللي عندهم هذه الامراض لازم يمنعوا الجذور الحره. نعم. اين توجد الجذور الحره؟ توجد في اللحوم وفي السكر يعني في الحلويات، وكذلك توجد في البيروكسيدات في الزيوت يعني هذه المقليات. نعم. بمعنى هذا الناس هذه السيده هذه يجب ان تمنع الحلويات والمقليات، حلويات ومقليات ممنوع لها، الا ان تكثر من اللحوم، لان اللحوم احنا شفنا بان عندها واحد يعني تحبس هذه الاشياء باش الوظائف ديال الجسم كلها تكون متوقفه ولا تكثر من اللحوم. لكن عوض اللحوم ممكن ان تستهلك سمك عوض اللحوم، ثم البيض البلدي، هذا المغرب عندنا البيض البلدي الحمد لله موجود في الاسواق هذه تتكلم، وتاخذ لوز وجوز، تاخذ سمسم، حبوب الكتان، الاوراق الخضراء منها البنجر، من اشياء هكذا، ثم بعض القطاني مثل القطاني كذلك، القطاني، العدس، هذا الجلبانة، البسلة، ثم الفاصوليا وما إلى ذلك، العدس في أكثر من القطاني الأخرى. نعم دكتور، الكولين يستخدم طبعا في علاج تحلل الدهون، يعني هل طبعا يساعد في عدم تليف الكبد بطريقة غير مباشرة، يعني طريق مش تليف السيروزيس أو قبل التليف. السيروزيس لا علاقة لها بالمواد الدهنية. نعم. هناك دهون تتجمع على في الكبد. هذه دهون تتجمع في الكبد وتحدث يعني أشياء خطيرة، يعني الكبد كيولي مشحم،
كاين تشحم الكبد وكاين تليف الكبد، ليس يعني هذا باش نكون واضح. نعم. وتشحم الكبد في احيان تشحم الكبد كيعطي يعني كيولي الشخص يعني مريض اكثر من 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 من, من التليف. يعني هذا. فلماذا الكولين علينا؟ لماذا الكولين تعمل؟ هي الكولين فوسفاتيديل كولين، مادة الفوسفاتيديل كولين اللي كناخذوها في صفار البيض، هو المستحلب ايميلتيفيان. معنى مستحلب هو يجعل المادة الدسمة متجانسة مع الماء، كدوب كيدوب الدسم في الماء. ولذلك فهذا تناول، هذا تناول الكولين هو يساعد على إذابة هذه. لماذا؟ لأن الجسم سيعمل بها، كنعرفوا بأن الغلاف ديال الخلية، الأغشية ديال الخلايا كلها من الفوسفوليبيدات، هي فيها دهون، بدون دهون لا تعمل الخلايا. يعني باش نكونوا غير، لازم يجب أن تكون دهون نباتية. نعم. مثل زيت الزيتون ومثل الزيوت الموجودة مثلا في حبوب الكتان، وموجودة في اللوز وفي الجوز، موجودة في يعني بذور القرعيات، موجودة حتى في البيناتس، هذا فول السوداني. والفول السوداني فيه كذلك مادة الكولين، فيه مصنف كذلك في لائحة المواد الغذائية التي تحتوي على الكولين. فالناس اللي عندهم أعراض ظاهرة، يعني الأطباء شخص لهم هذه الأعراض التي تتعلق بهذه الارتباطات العضلية العصبية العضلية، هذو لا بأس يأخذوا مادة الكولين. كما هذه السيدة هذه وصف لها الطبيب مادة الكولين، ممكن ولكن ليس مادة الكولين فقط. يجب أن تتوقف عن تناول المواد الصناعية التي تحدث هذه الأشياء، ثم يعني تأخذ هذا الكولين، الكولين الطبي نسميه الكولين الصيدلاني. هذا أو معها أشياء أخرى مثل حمض الأوميغا 3، حمض الأوميغا 3 مع الكولين، وحتى المعادن كذلك. تأخذ يعني الكالسيوم والمانغانوس، معدن المانغانوس كذلك يعمل على هذه الترابطات. دكتور، في نفس السياق، لأن جاءني سؤال عبر صفحة الفيسبوك، يقول السائل طبيب يعني هو يعيش في أمريكا، وصف له تناول أقراص من الكولين، لكن هو يعني أخذها زاد في الجرعات. نعم. ولكن أصيب بهبوط في ضغط الدم والتعرق وإفراز الكثير من اللعاب. طبعا هل هذا الكولين هو الذي سبب له؟ نعم. ذلك؟ نعم. في يعني هذه حالات الأفردوز هو ليس خطير كيف ما كان الحال، هذه الأشياء لا تسمم، لأن مادة الكولين ما خصوش يكثر منها. لماذا؟ لأن مثلا تناولناها في الغذاء يعني بكثرة، لا لا يمكن أن تكون، ربما هذا الكولين لا يكون مركز، لا يمكن أن تكون أكثر من في الأغذية. لأن حتى ولو تناول الشخص يعني كمية البيض 10 بيضات يعني في اليوم، كمية الكولين لا تكون زائدة. أبدا، ولا تحدث أي شيء. لماذا؟ لأن مادة الكولين لما تكون في المادة الغذائية فهي تكون مرتبطة بعناصر أخرى، والكولين لا تعمل لوحدها، الكولين تعمل مع فيتامينات، مع الفيتامينات ومع الأملاح. لما نأخذ كولين هكذا يعني خالص يعني بيور من صيدلية، هذا كولين لوحده، هنا كاين مشكل. لكن لما نأخذه في الجسم ويعمل مع أشياء أخرى، لما لا تكون هذه الأشياء متوفرة في الجسم طبعا سيكون مشكل. أما لما نأخذ الكولين على شكل غذائي يعني في البيض ولا في البنجر ولا في الحبوب الزيتية ولا أشياء ولا في الخرطال هذا الشوفان ولا أشياء، هذه لا، هذه الكمية لا يمكن أن تصل إلى الكمية يعني التي تسمم، أو الكمية اللي كنسموها احنا توكسيك اللي تحدث تسمم في الجسم. لا يمكن. دكتور، لماذا ارتبط هذا الكولين يعني بالذاكرة والمخ؟ لا، هو يعمل في المخ، الكولين كيمشي مباشرة. لماذا؟ لأن علينا، هذا 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 خلق الله، هذا خلق الله، الله سبحانه وتعالى خلق الجسم هكذا. يعني السيلينيوم يعمل في أعضاء، يعني والكولين يعمل في أعضاء، وحمض الأوميغا 3 يعمل في أعضاء علينا داخل الجسم، وهذه يعني الأشياء عجيبة هكذا خلق عجيبة الله سبحانه وتعالى. لا. خلق الله الجسم يحيا هذا هكذا. ثم لماذا أصبحنا نتكلم عن مادة الكولين لوحدها، ومادة التريبتوفين لوحدها، ومادة يعني هذه السيلينيوم، هذا الإسانشيال مايكرونترين، وهم موجودين في الأغذية، ولما يكون عنصر في التغذية لا يكون لوحده، يكون مع عناصر، يكون مع 30 و 40 عنصر. لا. هو لا يعمل لوحده. لما نتناول مثلا مادة غذائية، لنفرض نأخذ البيض مثلا. لا. هذا البيض البلدي فيه مادة الكولين على شكل فوسفاتيديل كولين في صفار البيض،
ليس فيه كوليسترول، هو عليه قليل من الكوليسترول، ولكن الكوليسترول لوحده لأنه معزول، لأنه ما عندوش مادة دسمة. الكوليسترول اللي ما كانتش مادة دسمة ليس خطر على الجسم، لا يسبب أي مشكل. الكوليسترول لوحده لا يسبب، الكوليسترول لما يجتمع مع المواد الدسمة يصبح خطر. هذيك هذه في اللحوم مثلا، اللحوم والحليب. فأما البيض البلدي غادي يكون فيه فوسفاتيديل كولين في صفار البيض، غادي يكون فيه بروتينات مكبرة صفار منها، وغادي يكون تريبتوفين مرتفع في البيض البلدي تكلمنا عليه، يعني هو مصدر تريبتوفين. إلى جمعت تريبتوفين عطات السيروتونين واجتمعت مع الفوسفاتيديل كولين، غادي يمشي، غادي يكون الجهاز العصبي على أحسن ما يرام، غادي يكون جيد. ثم أن الفوسفاتيديل كولين تعمل عمل نمو، ثم أما البيض غني بالبروتينات، إذا زدنا عليه مادة الكبريت ومادة الأملاح المعدنية الأخرى الموجودة في في في, في البيض ككل، وعليا نحن يعني إحنا نسميها هذه البروتينات البيض كنسميها البروتينات النبيلة، بروتينات راقية. ما نريد أن نقارن طبيعة البروتينات الموجودة في الطبيعة نقارنها مع بروتينات البيض وليس الحليب، لأن بروتينات البيض هي البروتينات النبيلة. هذا الشكل يعني التغذية، نعطينا مادات البيض مثلا، أما إذا أخذنا مثلا البنجر، هذه البيتس الباربة، هي ليس فيها بروتين 0.4 إلى 1%، فيها سكريات، هي حلوة الناس كيشوفوا أن فيها الكربوهيدرات كيوصل حتى 15-20، هذه الكربوهيدرات الموجود، فيها أملاح معدنية، المونغانوس والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، فيها حديد، الحديد كذلك هي غنية بالحديد، وهي مصدر نباتي للحديد، وهي فيها حديد أكثر من السبانخ، هذا البنجر الحديد الموجود في البنجر أكثر من السبانخ، ومع ذلك الناس ينصحون بالسبانخ ولا ينصحون بالبنجر، هذا البيتس فيها الكولين، ما فيهاش كولين، ولكن فيها البيتا لاين والبيتا سيانين، الأنتوسيانات هي التي تعطي الكولين في الجسم، لأن الجسم يقدر على إنتاج الكولين، الجسم يقدر على إفراز الكولين، ليس ما عندنا مشكل. ثم تبقى هذه الفلافونويدات من هذه الأنتوسيانات الموجودة، البيتا لاين والبيتا، هذه هي التي تغسل الجسم لأنها داخلة في الكلينز، نعم، هي مضادات الأكسدة، ده مضادات للأكسدة، وتدخل في الكلينز، هي تغسل الجسم. فهذه الأشياء لما نتناول مادة لا نتناولها هكذا لأن فيه، ولكن نتناول مجمل العناصر التي تعمل مع بعضها، لأن يعني الفيتامينات لا تعمل لوحدها، والأملاح المعدنية لا تعمل لوحدها، والبروتينات لا يمكن للجسم أن يستفيد منها بدون الأنزيمات وبدون الأشياء الأخرى التي تحفز هذه. ولذلك إذا كانت كثرة البروتين، إذا كثروا الناس اللحوم مثلا، كثرة البروتين تمنع تناول الفيتامينات، فالفيتامينات ما كياخذهمش الجسم، سبحان الله. هنا هو المشكل، يعني الناس اللي كي في مثلا اللحوم في بالهم، الناس في بالهم على ان الناس اللي كياكلوا اللحوم، الاشخاص الذين يستهلكون اللحوم انهم يتغذون جيد، نعم، هذا هو تماما، الذين يعني يستهلكون اللحوم، الذين نعم يستهلكون اللحوم وليست تغذيه جيده، بالعكس هي تغذيه متدنيه متخلفه جدا، لان التغذيه الراقيه الان هي التغذيه التي تركز على المضادات الاكسده، نعم، وعلى الفيتوستروجينات، وتركز على الالياف الغذائيه، نعم نعم. اما التغذيه التي تحدث داخل الجسم تخمجات وتحدث أشياء، هذا جذور حرة وغازات وروائح في الجسم، فهذه مادة ملوثة للجسم، أكيد. والمادة الملوثة للجسم هي المادة الحيوانية، اللحوم، نعم، تلوث الجسم، هذه نعم معروفة، يعني لماذا؟ لأنها تخلف كيتونات، نعم، وتخلف أمونياك، نعم، وتخلف غازات مثل ثاني أكسيد الكربون، وتخلف الديهيدات، وتخلف يعني هذه أشياء تخلفها على مستوى القولون، وهي التي تسمم الجسم. لماذا؟ لأن الامتصاص، هذا المشكل كيوقع تأكسد، والتأكسد هو المخرب، نعم، حادث التأكسد في الجسم وحادث يخرب الجسم جميع الأعضاء، نعم. والآن كنتكلم والعالم كله، البحث العلمي الآن يركز على هذا الأوكسيداتيف ستريس، الستريس أوكسيداتيف الآن، نعم، كيركز عليه البحث العلمي العالمي الآن، أن وهذا الستريس أوكسيداتيف كيكون على مستوى الأعضاء طبعاً. إذا كان في الكبد يحدث شيء، إذا كان في الطحال يحدث شيء، إذا كان في المخ يحدث شيء، وهنا المشكل. ومن أين يأتي؟ من عدم تناول مضادات الأكسدة وتناول الأغذية التي تخلف جذور حرة، هذا هو المشكل. إذن فضيلة الدكتور، إذا سمحتي نحرر مكالمة يشير لي مخرج البرنامج أحمد الفلاحي، نحررها. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ ليلى من مدينة العيون. أهلا بك، أهلا مدينة العيون. نشكركم على البرنامج، ونشكر الدكتور الفايد. خ...
خير، مرحبا، اهلا وسهلا. نعم. وهذا الموضوع صعب جدا. نعم. نعم. على حسب علمي ان النباتيون واصحاب الرياضه اللي عملوا الرياضه، نعم، هم يستهلكوا كميه كبيره من الكحول ومشروبات الطاقه. نعم نعم نعم. وهم بيكونوا تحت دائره نقص ماده الكولين. نعم. وانا اضيف الى هذا الاشخاص المراه العامله. نعم. حتى هي تدخل في هذا النطاق. نعم. وكذلك الناس الذين لا ياكلون البيض الكامل. نعم. كيف يمكن تعويض هذا النقص؟ نعم نعم. نعم. شكرا شكرا لك، شكرا لك جزيلا. نعم, نعم. يعني سؤال هائل. نعم. الحمد لله جيد وعليا، وموضوع ليس سهل، ولكن سبحان الله السيدة هذه مشات الأشياء دقيقة ومعقدة. خير. نعم صحيح أن الأشخاص الذين يتناولون كحول مع الأسف وحتى السيجارة، يعني نعم. الذين يشربون دخان، لماذا؟ لأن الكحول والدخان هذو طبعا هو الكحول سام، مادة يعني احنا في الدراسة يعني في كلية الطب كيعرفوا بأن سيتون الديد كيتون الديهايد الكحول هذو ثلاثة سامين، هذو ثلاث مكونات سامة للجسم، هذه معروفة يعني هذا. ف يعني ليس الكولين اللي يكون ناقص عند هاد الناس، انما غادي يكون عندهم فيتامين اي وفيتامين كي، يكون عندهم تريبتوفين ناقص، يكون عندهم كل شيء ناقص، هذو اللي يتناولوا دخان ويعني وخمر يعني وخمور. هذا من جهه. من جهه اخرى ان الناس اللي يقومون بجهد كما قالت السيده يكون بجهد عضلي كبير، يعني الرياضيون، نعم، كيتناولوا ويتناولون ويتغذون على النبات. هي دققت في الموضوع، يعني دققت لمن؟ النباتيون الذين يمارسون الرياضة. نعم. وهذه مهمة جدا. هنا كيكون عندهم نقص في الكولين، لماذا؟ لأن هذه الارتباطات العصبية العضلية هذه تكون على أشدها، والنباتيون لا يستهلكون البيض البلدي ولا يستهلكون شيء أخرى. نعم فعلا فعلا. يكون عليه النبات فيه طبعا، هذا يعني ما غاديش عليه الرياضيون واش يستهلكوا البنجر ولا شيء. مشروبات الطاقة. ثم نعم هذا هو الخطر. هذا هو الخطر، هذو الانرجايزين، هذا المشروبات التي كيشربوها الناس باش ياخذوا طاقه، وهي تشهر بكثره في العالم. نعم. هذه الاشياء خصوص الشباب دابا يعني كيستهلكها بكثره. نعم. الا اخذوا الناس واحد جوج القنينات في اليوم فهذا الجسم صافي، يعني ما غاديش. ما بالك كل يوم كان، نعم، اثنين في اليوم، هذه اثنين في اليوم غادي يكون خطر، يخرب الجسم، كتكون واحد تيوب صغيره في الانرجايزر. نعم. هذو المشروبات المنشطه، المشروبات المنشطه اللي كيتناولوها الناس على اساس انها تنشط، هذو كيكون عندهم نقص في الكولين. نعم يكون نقص في الكولين. والان كاين بعض الدراسات التي اجريت على هذا المشكل ديال هذه المشروبات، هذه هي تحدث نقص في كل الوظائف، وقد تحدث. كاين بحث تعمل في باكستان، طبيب باكستاني هو اللي اول ما لاحظ هذا المشكل هذا، انها تتسبب في العقم عند الاطفال، عند الذكور. نعم. العقم عند الذكور هذه المشروبات المنشطه هذه. فنقص الكولين يعني ممكن يتفاداه دابا هذا الرياضيين المشكل ديالهم، كيبداو ياخذوا واحد النظام بروتينات، كيبداو يشريوا بروتينات، وهذيك البروتينات كيكونوا معها بعض العوامل التي تنشط الجسم. نعم تعطي تونس للجسم، ولكن من بعد غادي تعطيه خراب للجسم وتخرب الجسم فيما بعد. ولا هذاك الشيء علاش الاطباء الان يعني كيمنعوا على الناس تناول هذه الاشياء ويشتكون من هذه الاشياء هنايا، في هاد الناس اللي كيمارسوا الرياضه وكيبغيو يعطيو للجسم ديالهم القوه اكثر من القوه اللي عطاها الله. نعم. هنا مشكل، لان علي ما غنتكلموش على الدوباج، غنتكلموش على المشكل ديال تخدير هاد الرياضيين، هذا مشكل معروف، ولكن الناس اللي كيشترون هذا الشيء من تلقاء انفسهم لانهم يمارسون الرياضات، هذا من اخطر ما يكون. نعم. وسيدمرون صحتهم يعني. والكولين تدخل في هذه، هذا الاسد ممكن اذا حس بنقص الكولين ممكن يتناول الكولين من الصيدليه، يعني انا اقرص ما عليا بدون تحفظ، ليس هناك مشكله، ولكن ليس بدون استشاره الطبيب. لان لماذا؟ لان الكولين الطبيب يجب ان يصفها الطبيب الكولين، ليس اي شخص يقوم بها. علاش؟ لانها توصف للناس اللي عندهم اشياء مدققه اللي كيعرفها الطبيب، يعني اللي كيفحص الجسم وكيشوف هذا كيعرف بان كاين هناك نقص في هذه الارتباطات ونقص في هذه الانشطه، او يعني التيارات العصبيه العضليه كيكون تكون ناقص. كما قلت ليس الكولين فقط، يعني الكولين ومن تريبتوفان يعني السيروتونين، ماشي الميلاتونين يعني هذه،
ومن نوع الموصلات العصبيه الاخرين حمض الاوميغا 3 والكولين، وهذا القضيه ديال السيروتونين، هذه تساعد، والمغنيسيوم، هذه اشياء تساعد على يعني هذا الارتباط. دكتور، بالنسبه للانسان العادي هل يمكن ان يتناول هذه اقراص الكولين؟ لا، اذا كان يعيش في بلدان غربيه مثل نيويورك ومثل ستوكهولم ومثل طوكيو ومثل، ويصعب عليه الحصول يعني باش الاكل ديالو يطبخ في المنزل ولا حاجه الى اخره، هاد الناس كيعيشوا يعني الغالب الله يعني هادو ممكن ان يتناولوا مكملات، ليس كل نحن الوقت، هنا ولكن في المغرب لا، في المغرب لا نحتاج يعني هذه المكملات لا نحتاجها. اذا كان الناس كيطبخوا في منازلهم ويستهلكون هذه اللائحه اللي عطيت الان في هذا الفصل هذا، غادي يكون عندهم، عندنا الاوراق الخضراء من دابا حتى لشهر 4 5، عندنا الخضار الطريه غادي يظهر الفول والجبنه والبصل والمسائل. طبعا لان الاطفال، يعني الاطفال هل يمكن ان ياخذوا الكولين؟ لأن طبعا لزياده في قدره الادراك على شكل نظام غذائي. نعم، يشريوا لهم البيض البلدي، يفطروا بالبيض البلدي مسلوق الصباح، ويعطيوهم هذا الشوفان يعني الخرطال، ويأكلوا عدس، ويأكلوا هذه حبوب الكتان ويعني وسمسم، يأكلوا هذه الأوراق الخضراء، ويكونوا الأطفال عندهم كمية الكولين، ماشي غير الكولين، كولين مع عناصر أخرى طبعا، غتكون عندهم عناصر أخرى جيدة. ويعني وأنتم ذكرتم أن الجسم دكتور ينتج هذه المادة. نعم ينتج، ولكن لازم نعطيه الجزيئة التي ينتج منها. ولا ينتج الكولين من أي مادة، لكن ينتجها من هذه الأنتوسيانات الموجودة مثلا في المنجر، يتغذوا بها. نعم، هذه البيطالين ومعروفة يعني هذه الباتواي، يعني كيماويا أن الجسم يفرز من هذه البيطالين، يفرز منها مادة الكولين. دكتور، ناخذ مكالمة. ألو، السلام عليكم. ألو، عليكم السلام. الاسم الكريم؟ أمينة من تمسنا. أهلا أمينة من تمسنا، يعني من مدينة الرباط. تفضلي أمينة. أولا عندي واحد السؤال خاص بمادة الكولين. نعم، كنلاحظ بأن مادة الكولين يمكن أن تلعب دور في حدوث أمراض كثيرة والتصلب وتحديد اضطرابات عصبية. نعم، وأن نقص هذه المادة هذه ما هو تأثيرها على النساء الحوامل؟ نعم، أطفال. نعم نعم نعم، يعني على المرأة الحامل والرضع. نعم نعم. إذا المرضع، يعني المرضع أو الحامل، وما هي علاقتها بسرطان الثدي؟ نعم نعم. إذا شكرا لك أمينة من مدينة الرباط. شكرا، خير إن شاء الله. نعم. لا علاقة العني، ليس هناك علاقة الكولين بسرطان الثدي ولا علاقة لها بالسرطانات الأخرى، إنما لها علاقات بمنع هذه تكون الهوموسيستين داخل الشرايين. نعم، تكلمنا عليها، وهي تقوم بهذا تنشيط هذه الارتباطات العصبية العضلية يلي معروفة على الكولين، يعني في هذا في الجسم. نقص الكولين يحدث كما أشارت هذه الأخت هذه، نعم نقص الكولين يحدث اضطرابات عصبية، واضطرابات عصبية قد تكون خطيرة جدا يعني في الشأن هذا. ولماذا؟ لأن ملي كيتحبس التيار العصبي، كيتحبس التيار العصبي ما كيبقاش يعني أداء الوظائف مثلا في العضلات والأشياء الأخرى تتوقف، لا يمكن أن، وهنا هذا كلما تعطل أو تعثر هذه يعني التموجات وهذه التيارات العصبية، كلما كان هناك حادث. لأن كنلاحظوا المشكل ديال الملتيبل سكليروزيس. الملتيبل سكليروزيس هذا التصلب اللوائحي، وتصلب اللوائحي وسكليروزيس يعني هذا لماذا؟ لأن مادة الميلين، مادة الميلين الموجودة في هذه الخلايا الدماغية هي التي تلعب جميع الأدوار. إذا أحدثت بعد الثقب داخل المخ، فهي هذه الثقب تنعكس على أعضاء أخرى، إما يكون شلل على مستوى الأعضاء، على مستوى العضلات، أو قد يكون يعني على مستوى العضلات الداخلية. يعني كاين الناس مثلا ما يبقاوش يتحكموا، شرف الله وقدر السامعين، مثلا في التبول ديالهم ولا في أشياء أخرى. فهذه مادة الكولين هي اللي كترتب وكتنظم وكتنشط هذه الارتباطات، كتكون خفيفة، الارتباطات تكون خفيفة، ما تكونش بطيئة، تكون خفيفة، وكتنقص من هذاك الوقت ديال للتوصل هاد الاعضاء بهذه التيارات العصبيه. كاين الموصلات العصبيه النورو ترانسميترز اللي تكلمنا عليها، يعني بحال المشكل ديال السيروتونين قضيه. وكاين حمض الاوميغا 3 كذلك، حمض الاوميغا 3 يزيد في هذه السرعه ديال اداء هذه الارتباطات. ثم ماده الكولين هي التي تعمل على حفظ
يعني تدمر هذه الارتباطات، ما كتخليش يعني لا 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 يكون تدمر هذه الارتباطات. وماده الكولين علينا بالنسبه للنساء الحوامل، وما تكون المراه حامل ولا مرضع ولا تكون غير حامل، فالجسم بالنسبه للكولين الجسم لا يعني الحمل لا يؤثر على هذه القضيه الكولين هذه، يعني اللي عندهم نقص في الكولين وكانت المراه حامل كيكون عندها مشكل في الوضع. نعم. غادي يكون عندها شويه المشكل في الوضع فقط، يعني ملي غادا تبغي تولد. اما فيما يخص حياتها ولا شيء لا يكون بالنسبة مشكل للمرضع يعني لا يكون مشكل، يعني تتناولت الكولين ولا كان لكان عندها نقص عليين، لكان عندها نقص غادي يوقع لها نفس الاعراض بحال الناس العادي، المراه العاديه اللي ما حاملاش فقط. نعم. ولكن علاقه سرطان الثدي بالكولين مازال الى حد الان أبحاث قليلة جدا حول هذا الموضوع اللي أجريت، ماشي يعني كانت أبحاث دارت أجريت ولكن ما عطاتش أشياء نقولها للناس أنها يعني لا الغير معروف عنها. اللي معروف عن الكولين هو هذا التعطيل، كتعطل هذا يعني العلاقة ديال الجهاز العصبي مع الجهاز العضلي، هذه تتعطل كتولي بطيئة جدا ولا كتكون منعدمة. منعدمة يعني. نعم. إذن شكرا لكم دكتور على هذه المعلومات القيمة وعلى كل ما يعني تعطينا وتنور به الرأي العام. شكرا للمستمعين الكرام الذين ساهموا معنا في إثراء هذه الحلقة.